ما يزيد عن 130 دولار، نعم وجميع المؤشرات تقول بأن البترول سيصل إلى 200 دولار في غضون 24 شهر القادمة. حقيقة هذا يكون عبء ويكون أيضا كبير لإيجاد تمويل كبير جدا للبنية الأساسية. المفترض أن يكون تمويل كبير للبنية الأساسية للمملكة العربية السعودية، يحتاج إلى عقول كبيرة جدا للاستفادة من هذه المبالغ التي سيجنيها الاقتصاد السعودي من زيادة البترول. التمثيل أو الأحرى الدور الذي نقوم فيه حاليا لا يزال في رأيي أنه متواضع بعض الشيء مقارنة بين الدخل الكبير اللي يحصل من البترول والتمشي أيضا مع القفزات العالية مع أسعار البترول ومع ما هو موجود حاليا فعلا. ما هو سر هذا التواضع دكتور علي من وجهة نظرك؟ مثلا على سبيل المثال البنية الأساسية في السعودية، خذ مثلا المدن الصناعية. نعم. المدن الصناعية الآن أصبحت في عنق الزجاجة، في صحيح. معظم المدن الصناعية لا تستوعب أكثر مما هو موجود فيها. فكيف نطالب بإقامة صناعة ولا في المدن الصناعية تغص في أو بالأحرى عدم استطاعتها لاستيعاب المشاريع المرخصة حاليا للصناعة. هناك المدينة الجبيل وينبع الصناعي، صحيح أنها مدن واعدة وكبيرة، ولكن في رأيي أن هذه المدن أصبحنا نحتاج إلى أكبر من حجمها مرات عديدة حتى تستطيع أن تستوعب الاستثمارات التي ترد إلى المملكة العربية السعودية علاوة على الاستثمار الأموال التي نجنيها من أسعار البترول. أضف إلى ذلك أنه يجب أن نتوسع في الطرق، يجب أن نتوسع في التعليم، يجب أن نتوسع في الصحة، وهذه هي المقومات الأساسية للتنمية البشرية. صحيح. وهم الأساس. ده شكرا لك حقيقة دكتور علي، يعني حديثك لا يمل، لكن وقت البرنامج. الدكتور علي الحسين والخبير الاقتصادي المعروف ورئيس مركز الحضارات للاستشارات الاقتصادية. دكتور محمد، يبدو لك تعليق، يعني كان لك تعليق على القاعدة الاقتصادية حقيقة تنويع، لم ننجح حتى الآن كما هو مأمول خليني أقول، وأيضا يعني التوجيه مشكلة الموارد عندما تكون عندك، أنت تعرف دكتور ويعرف الدكتور والسار طبعا، مشان عندما تكون عندك موارد تبدأ مشكلة إدارتها الإدارة مثلا. يعني خليني أعطيك مثال، إلى اليوم نحن ما عندنا حقيقة، خلينا نكون صريحين، شبكة نقل سكة حديد كما يجب حقيقة. وطبعا نحن الآن بدنا نفكر، وإن كان الوقت جدا متأخر، وطبعا كما هو معروف نحن نعلم تمام النقل بالسكة الحديد مكلف وخلافه، يحتاج إلى معونات، لكن حقيقة هو مسهل أيضا لعملية نقل البضائع وخلافه. تعليقك دكتور. كل حقيقة يبدو أنه عندنا مشكلة في كفاءة الجهاز الحكومي وقدرة الجهاز الحكومي على إدارة المرحلة. نعم. فلذلك يعني حصل ما حصل، يعني مثل التنويع مثل ما أشرنا إليه كان يذكر في جميع خطط التنمية، ولكن للأسف الشديد أنه بطء الجهاز الحكومي في التفاعل مع متطلبات المرحلة. يعني الآن السكان عندنا معروف أنه الجميع كان يتنبأ بأن نصل إلى العدد كذا من السكان. نعم. متوقعين في عام 2025 25-40 أو كذا، صح، مليون. يعني مثل هذه التنبؤات يجب أن يكون الجهاز الحكومي قادرا على التفاعل معها وقادر على التخطيط لها. فأعتقد أنه حينما ننظر يعني لتعريف الاقتصاد المجرد توفر الموارد، عندنا موارد، لكن السؤال كيف ندير هذه الموارد، وهذا التحدي اللي واجهنا. فلذلك نحن بحاجة إلى أعتقد الجهاز الحكومي، رفع كفاءة الجهاز الحكومي، مساعدة الجهاز الحكومي مثل ما أشار الدكتور علي. أعتقد أنه لذلك حينما طرح متدرب الاقتصادي في دورته الماضية قبل الماضية دراسة عن المساءلة والشفافية، ورأى أنه يجب أن يكون هناك شفافية في كل مشاريعنا وفي كل أعمالنا الحكومية حتى الخاصة، ويكون هناك مساءلة للمقصر. أنا أعتقد هذه المرحلة الأولى التي أو هذه النقطة البداية التي نستطيع من خلال أن نوظف مواردنا بالطريقة الصحيحة. لدينا موارد صحيح، لكن أنا يمكن أختلف مع الدكتور علي. مخرجات التعليم، صحيح أن مخرجات التعليم لا تتحمل كل الوزر، ولكن هي تتحمل جزء. التعليم العام لدينا، وهذه نقطة الحقيقة للأسف الجميع حينما يتحدث عن التعليم يتحدث عن التعليم الجامعي، التعليم العام لدينا يعني لا يرقى للمستوى الطموح، ولا وللأسف الشديد أنه ليس قادرا على التجاوب مع المرحلة وبطيء في التعامل مع المرحلة. إذا نريد تنمية بشرية وتنمية صحية وتنمية صناعية، في الأساس يبدأ من ما قبل التعليم، وليس ما قبل التعليم العام.
يعني من الاساس من المرحله الابتدائيه وما قبلها. فاعتقد للاسف الشديد ان هناك انه هذا هو يعني مربط الفرس في تنميه العنصر البشري لدينا. اعتقد انه الدكتور علي الحسيني اشار لموضوع المدن الصناعيه، يعني شيء مؤسف جدا المملكه بهذه المساحه الشاسعه تعاني من قضيه المدن الصناعيه. والحقيقه نحن جميعا سعيدين الحقيقه، ونحن جميعا سعيدون بموضوع الاستراتيجيه الصناعيه. ترى قد يكون حكمه دكتور في بعض الدول تهرب الان من الصناعه لاسباب انت تعلمها جيدا، بيئيه وخلافه. لا لكن في المملكه يعني اعتقد انه ما هو البديل، يعني اذا 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 نبحث عن بديل موازي للنفط فيما لو حصل لهذا المورد الوحيد، يعني اي ظرف لا قدر الله لدينا البديل المناسب هو الصناعه. صح لدينا سياحه يعني بدأت تتحرك، لدينا مثلا موضوع الزراعة والمياه جميعا نعرف ماذا يدور حولها، لكن البديل واجهنا فيها مشاكل. ولدينا الحقيقة مساحات شاسعة، ولدينا معادن، ولدينا موارد طبيعية كثيرة. فموضوع الصناعة أعتقد أنه موضوع التي يجب أن يحظى، وأعتقد أنه هو البديل الأمثل الذي نستطيع من خلاله أن ننوع اقتصادنا، فيما لو أنشأنا صناعة فعلا متقدمة ومصانع، ونشرنا المصانع بطريقة يعني ووجدنا طبعا، لكن هذه الصناعة تحتاج استثمار، يعني تحتاج بنية تحتية صحيحة. النقل أحد الأساسيات للصناعة، المدن الصناعية أحد الأساسيات المطلوبة لهذه الصناعة. فحينما تنشئ الصناعة أنت توجد الأرضية المناسبة بحيث أنك تستطيع أن تمنح القطاع الخاص الفرصة بحيث أنه يستثمر. طبعا هالكلام هذا لا يعفي القطاع الخاص، أيضا القطاع الخاص مطالب أن يلعب دورا أكبر في من الناحية الاقتصادية ومن الناحية التنموية ومن الناحية الاجتماعية في المرحلة. فالمرحلة إذا أردنا أن نحلل وضعنا وأردنا أن نرفع من كفاءة استخدام مواردنا، أعتقد يجب أن ننظر للقطاع العام ورفع كفاءته ومساءلته، وأيضا يجب أن يلعب القطاع الخاص ويراجع نفسه ويكون أقوى ما هو يعني موجود حاليا. نحن بحاجة إلى شركات عملاقة، بحاجة إلى تكتلات قوية، بحاجة إلى اندماجات قوية، بحيث يكون فعلا لدينا شركات تستطيع أن تستثمر وتستطيع أن تتجاوب مع متطلبات المرحلة، وأيضا أن تستطيع أن تلعب الدور التنموي والاجتماعي في المرحلة. طيب دكتور، أنت قلت أن الكفاءة الحقيقة كفاءة الأجهزة الحكومية في إدارة هذه الموارد الضخمة يعني لك تساؤل عليها أو كذا من هالقبيل، كيف ممكن نحن نرفع من كفاءة الأجهزة الحكومية في إدارة هذه الموارد؟ وعلى فكرة ترى ما هو دفاعا عن المملكة وكذا، عادة عندما تكون موارد كثيرة وتجي بفجأة حقيقة ومبالغ ضخمة قد حقيقة تخلق نوع من الارتباك في إدارتها. أحب أعرف منك حقيقة كيف ممكن أن نرفع هذه الكفاءة، مثلا عن أن يكون وضع أهداف لكل جهاز حكومي، وضع أدوات قياس لهذا الجهاز وخلافه. أحب أسمع رأيك بس توجه دكتور خالد. دكتور خالد، يعني عندما كنا نتكلم حقيقة عن السعر العادل، توجهات الأسعار كاقتصادي وفي النفط متخصص، ما رأيك حول هذا الموضوع؟ إذا كان عندك تعليق على مداخل دكتور علي الحسيني. والله هو فقط أول شيء تعليق بسيط، أعتقد أنه دائما التنمية عند يعني إذا كانت جاءت متسارعة صحيح فيسموها في الاقتصاد لاك تايم، يعني